برحب بكم مرة أخرى مستمعينا مستمعي راديو حقوق في إطار تغطيتنا الشاملة لكل الأحداث والوقائع التي تدور على أرضنا في مصر الحبيبة. جاءنا هذا الخبر: اعتصام بعض العاملين من مديرية الشؤون الصحية بالسويس أمام هيئة الاستثمار اعتراضا منهم على عدم تثبيتهم رغم حصولهم على تأشيرة من وزير الصحة يفيد بتثبيتهم. ومعنا على الهواء مباشرة أحد المعتصمين الأستاذ أيمن عزت. مساء الخير أستاذ أيمن. معك أيمن يونس أفندم. الأستاذ أيمن يونس أحد المعتصمين. مساء الخير. مساء الخير أفندم. يعني في البداية بنحب تعرفنا أسباب اعتصامكم عند هيئة الاستثمار. والله أفندم احنا أسباب الاعتصام معانا تأشيرة وزير الصحة يوم 28/6 بتثبتنا. نعم. ومعانا تأشيرة محافظ السويس يوم 12/10 بتثبتنا. نعم. وموافق تنظيم الإدارة بتثبتنا، وكل ده مفيش حد ينفذه على أرض الواقع. طب مين في إيده يعني التنفيذ في محافظة السويس بعد الوزير الصحة ووكيل الوزارة وبعض الأشخاص؟ لا تحس إن هم رجعوا بكلامهم كده، يعني الموضوع من عند الوزير انتهى وبعد كده لوكيل الوزارة المحافظ انتهى. آخر بقى المفروض محافظ السويس ومدير الشؤون الصحية يخاطبوا وزارة المالية في تدبير الدعم المالي. نعم. طب العقبة فين دلوقتي؟ عند يعني فين؟ عند وزارة المالية. عند وزارة المالية. طب انتوا كان وزير الصحة ما بخاطبش وزارة المالية بالاعتماد المالي برضه. طب بالنسبة لعدد المعتصمين يعني الموجودين حاليا قد ايه؟ 130. طب انتوا في الخدمة بقالكم قد ايه؟ يعني كم سنة؟ 3 سنين ونص. 3 سنين. وطبعا قرار التثبيت جه بعد الثورة. جه بعد الثورة اساسا، لان كان العقد خلص يوم 30/6 لان كنا شغالين في التأمين الصحي الشامل. طيب كان في اي بعض او اي الخطوات التصاعديه يعني اعتصام في السويس ولا انتوا جيتوا على طول للقاهره؟ اعتصمنا في السويس لمده شهرين. نعم. في مدير الشؤون الصحيه السويس. طب وكيف كانت كرد استجابه المسؤولين في السويس؟ المسؤولين بالسويس من اول مدير المديريه والمحافظ يخبطوا دماغكم في حيطه، دي الثوره وشربوا من الثوره بقى، مش انتوا عملتوا ثوره شيلوها. يعني ما كانش في اي استجابه. طب ما حاولتوش ان انتوا تخاطبوا وزير الصحه بتاشيره؟ وزير الصحه وقعدنا مع وزير الصحه قبل كده، والراجل قال التاشيره بتاعتي ملزمه للكل. نعم. طب يعني انتوا اخترتوا الهيئه العامه للاستثمار يعني بالتحديد ليه؟ لان الدكتور كمال الجنزوري بيدير الوزاره منها. نعم. طبعا ده كان اول يوم الاعتصام اليوم. اول يوم، لان احنا جينا الاسبوع اللي فات الدكتور كمال الجنزوري ودينا له ورق ودينا له التأشيرات، والراجل وعدنا النهارده الاثنين نيجي ناخد الحل، وجينا ما لقيناش الحل ولا بتاعه. نفس الكلام بيعقبونا ان احنا من اهل السويس. يعني انتوا كان في تأشيره من رئيس الوزراء بانه يتم انهاء هذه المشكله، لكن حتى الان المشكله مننا وكتبنا طلب واتفقنا جيتوا في الميعاد النهارده الاثنين. نعم. النهارده كان ميعادنا النهارده. ولم تجدوا شيئا من رئيس الوزراء؟ لا لا، ما فيش اي حاجه خالص. جينا لقينا ما فيش اي حاجه خالص، وقالوا لنا برضه نفس القصه، يعني تحس ان معقبول ان احنا من السويس عشان عملنا ثوره. نعم. بنشكرك الاستاذ ايمن احد المعتصمين من مديرية الشؤون الصحيه بالسويس. شكرا معنا على الهاتف. نشكرك شكرا جزيلا. مستمعينا مستمعي راديو حقوق، ده كان احد المعتصمين من مديرية الشؤون الصحيه بالسويس اعتراضا منهم على عدم تثبيتهم بالرغم من تأشيرة وزير الصحة ورئيس الوزراء الذي وعدهم بالتثبيت. ودي كانت تغطية مباشرة من أحد المعتصمين. بنشكركم